موجة صباح مكملين معاكم نص نهار 10:24 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بالناس الكل يتبع فينا بونشين على موجات راديو ماد. نرجع على تصريح وإلا خبر يجينا من أطباء الأسنان الخواص في تونس. سمعنا أنه تم الزيادة، خلينا نقوله عند التونسي في تعريفة أطباء الأسنان، خاطر وقت اللي يمشي للطبيب متاعه باش يزيد مصاريف على التعريفة اللي كان يدفع فيها قبل، بعنوان حسب ما تقول النقابة التونسية لأطباء الأسنان، بعنوان المصاريف الإضافية اللي تسبت فيها جائحة كورونا على أطباء الأسنان في تونس. دونك طلبت تجهيزات جديدة ومصاريف جديدة، خلت ولا دفعت اليوم أطباء الأسنان باش يزيدوا المصاريف الإضافية هذه على بطبيعة الحرفاء متاعهم. خلينا نزيدوا نفهموا هالزيادة هذه وإلا هالحكاية هذه شنو اللي فيها بالضبط وشنية المصاريف بالضبط، مع رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الدكتور بسام معطر. سي بسام مرحبا بك. صباح النور وشكرا لك على الاستضافة وتحية لك وكافة مستمعي راديو ماد. يعيشك، شكرا لك دكتور. دونك خلينا نفهموا، احنا شفنا تصريحات تنقلت على لسانك تقول انه المصاريف الترفيع في تعريفة طب الأسنان بعشرة دنانير، لأنه ثم مصاريف جديدة كما قلنا بعنوان الكورونا ولا مصاريف الكورونا. شنية الحكاية سي بسام؟ هو نتحدث على تصريح في أحد الإذاعات، التصريح متاعي كان تقريبا واضح، ربما عملية النقل ما كانتش وفية بالضبط، لكن أنا اللي قلته أنه النقابة متاع أطباء الأسنان اللي تمثل أطباء الأسنان في القطاع الخاص كانت منذ شهر مارس الفارغ، منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19، واتصلت بوزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة المالية، ونبهنا أنه ثم عديد الوسائل اللي هي منذ انتشار وباء كوفيد-19 أصبحت إجبارية على طبيب الأسنان أنه باش يستعملها، وهذا علاش؟ لأنه نسبة الخطورة في تنقل العدوى كبير ياسر في العيادة الطبية، احنا نشتغلوا عن قرب، نشتغلوا معناتها مباشرة في فم المريض، وهذا خلانا ثم بروتوكولات صحية خرجت، كل البروتوكولات هذه ثم إجبارية استعمال عديد الوسائل من مواد ومن معناتها وسائل حماية، وخلاف الإجبارية متاعها هو طبيعي جدا أنه احنا نسعى لاستعمالها والقيام بها، هذه بالطبيعة بقلناش باش نحمي أنفسنا من انتقال العدوى وحماية خاصة المرضى متاعنا يجونا العيادات متاعنا. وهنا نحب نشير الحاجة، نحب قبل كل شيء نشكر جميع الطبيبات وطبيب أطباء الأسنان اللي والحمد لله منذ انتشار الوباء في تونس ما سمى حتى حالة تنقل عدوى سواء للأطباء الأسنان أو معناتها للناس اللي تشتغل معنا من أسيستانت أو سكرتير أو حتى للمرضى متاعنا، وهذايا ما ثم حتى حالة تنقل عدوى بيناتهم، هذايا نظرا لأنه ثم صرامة كبيرة وثم اجتهاد كبير ياسر من طبيبات وأطباء الأسنان لتطبيق كل الإجراءات اللازمة اللي تقي من انتشار العدوى. تطبيع الجهد هذايا كلفة مالية بعض وبعض جدا، وهوني مربط الفرس، لانه احنا كيف اتصلنا بالوزارات اللي كنت ذكرتها كنا في حاله في شهر مارس وابريل وماي تقريبا كان ثم غياب كلي لهذه المواد الا من كميات قليله، وهوني نقول الكميات القليله في هذاك الوقت كانت ربما اجتهدنا باش نستعملوها، وعلاش بكميات كافية القليلة هذه نجم نستعملوها على خاطر ثم تقريبا 3500 عيادة طبية في هيك الوقت أغلقت أبوابها، بقية العيادات استعملنا تلك الكميات الصغيرة المتوفرة. اليوم جميع العيادات أطباء الأسنان رجعت تشتغل، خاصة بعد شهر جوان وجويلية وقت نقص الانتشار نتاع الوباء. لكن شنو اللي لقينا؟ لقينا أنه هالوسائل نتاع الحمايه نتحدث هنا على الماسك فيرجيكال، نتحدث هنا على الماسك اف اف بي 2، نتحدث هنا على السيروبلوز، نتحدث هنا على الليغون، نتحدث هنا على مواد عديده نتاع تعقيم وتطهير وتنظيف، هذه الاسعار نتاعها شهدت زياده جنونيه في الاسعار نتاعها. الزياده هذه تتراوح ما بين 3 مرات و10 مرات. نقول 10 مرات نتاكد من شنو نقول فيه، معناتها ثم اشياء كنا نشوف فيها بسعر اليوم السعر نتاعها تضرب 10 مرات.
وهذه أشياء نستعمل فيها بشكل يومي ودوري، مش حاجة استعمال متكرر، لا استعمال وحيد. إذا طلبنا من الدولة أنها في إطار انشغالها ولا هي قيامها بكل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الإطارات الطبية، للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع الصحي، للحفاظ على قطاع اللي هو قطاع طب الأسنان اللي لا قدر الله لو كان الناس القطاع هذا تصير فيه إصابات وتصير فيه إشكالات، الناس هذو مش نلقاهم متوجهين لأقسام الاستعجال في السبيطارات. سي بسام، دونك يقول لك انه اليوم الخطر، المواطن توكي اللي يسمع فيك يقول لك انه اليوم تحكي على الخطر والا تحكي على المصاريف ربما اللي يتكبدها اليوم القطاع الخاص والاطباء في القطاع الخاص، تشمل الناس الكل ماهيش كان اطباء الاسنان، واحنا اليوم في مرحله ربما تعب شويه، كيما المواطن تعب، كيما الطبيب تعب، كيما المستشفيات تعبين، دونك الـ 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 المصاريف زايده على الناس الكل. اذا كان باش تحل الباب انت الاطباء الاسنان، كل الاطباء في الاختصاصات الاخرين باش يقول لك كيف كيما طبيب الانف والحنجره، طبيب الامراض الصدريه، هذوما كلهم زاده كيف الناس معناها متعرضين للخطر وعندهم مصاريف اضافيه بعنوان فيروس الكورونا، وتو المصاريف نتاع فيروس الكورونا معناها العباد تولي تسمع تقول لك علاش ما احنا في وضع صعب وتونس في وضع خاص والعالم الكل في وضع خاص، علاش ما زدتوش صبرتوا شويه معناها على المواطن على الاقل باش لين تتعدى شويه الجائحه هذيه، على جيتوا توا في طنبك الوباء وزدتوا هالمصاريف هذيه شويه عاد احنا شكون قال زاده؟ ناكد لك وناكد لجميع المواطنين اللي يسمعوا فينا انه اليوم بطريقه رسميه وقانونيه ما ثم حتى زيادة في الأسعار. نحكيه على المصاريف، احنا ديما نقول انا بعنوان المصاريف، معناها المواطن سي بسام كي باش يمشي توا يزور طبيب اسنان في عوض تكون الفيزيتا ب 40 دينار باش يقولوا ب 50 ولا ب 30 باش يقولوا مثلا ب 40، اذا كان مثلا زيادة في حدود ال 10000 احنا نقولوا لهنا على المصاريف حددناها نقولوا احنا ب 10000 ما باش يزيدها ولا؟ شوف اختي العزيزة خلينا نوضح حاجة. نعاود نقول اليوم بطريقه رسميه ما ثم حتى زياده رسميه تسعيره، بالرغم من غياب الدوله وحتى الاجراء الوحيد هنذكر به اللي قامت فيه الدوله وخرجت امر حكومي اللي هو في 17 ابريل الفارق، واللي هو على اساسه باش يتم التخفيض في المعالم الديوانيه، باش يتم التخفيض في الاداء على القيمه المضافه بالنسبه للمواد اللي تحصلوا عليها، واللي هي ما تهمش كان شي طبيب اسنان بل تهم جميع الاطار الطبي. وبالرغم من خروج صدور القانون هذاك الا انه اليوم نمشيو كي نشريو المواد نتاعنا نلقاوها هذاك اداء القيمه المضافه ب 19% ومعالم ديوانيه تصل ل 40%، كي نحسبوهم الزوج نلقاهم تقريبا 60%، لو كان يجينا نطبقوا فيه اليوم نلقاو على الاقل الاشياء اللي موجوده في السوق التونسيه على الاقل ناقصه بالثلث في التسعيره نتاعها. واحنا اليوم عن طريق النداء نتاعكم انا عاود نكرر ندائي للسلطات الى احترام الامر الحكومي اللي صدر والى الديوان التونسيه والى وزاره الماليه لاحترام لذلك الشيء. علاش؟ لانه هذا كان مش يساعدنا احنا كاطباء اسنان باش ما يكونش ملزمين باش نزيدوا اي تسعيره ولا باش نعدلوا اي شيء ولا باش نطلبوا اي شيء اخر. احنا كما قلت انت احنا جزء من الشعب التونسي واحنا مواطنين ومعرضين لما معرض اليه الطبيب التونسي المواطن التونسي. كان اليوم احنا راهو اطباء الاسنان، انا مثلا شخصيا عندي مده معناتها ملي حليت العائله نتاعي والحمد لله نخدم على روحي، لكن اليوم راهو عندنا تقريبا شريحه كبرى برشا هذوما اطباء شبان، راهو اليوم كي تعطيني انت على العمل الطبي كلفه اضافيه ب 12 13 دينار بعنوان المواد الحمايه هذه، وفي ظل غياب الدوله وعدم قيمه حتى شيء، من بعد تجي تقول له انت اخدم ب 30 دينار عياده طبيه، راهو ما يستقيمش الشيء. ظهر لي عمره ما ينجم يستقيم. التعديل اللي مش يقوم به هذا الطبيب الشاب شرعي وقانوني، نقول لك على الشرعي وقانوني. خلينا تو حتى من هذه جائحه كورونا، نمشيو في الظروف العاديه. احنا شنو هي التعريفه نتاع الطبيب او طبيب الاسنان؟ هي تقريبا في الطب العام او طبيب الاسنان هي نفس التعريفه. والمراجعه نتاعها تصير بصفه دوريه كل سنتين ثلاث سنوات، ثم العماده الوطنيه نتاع اطباء الاسنان هي تخرج تسعيره دنيا معناتها التسعيرة الأقل. التسعيرة الأقل هي قديش؟ 30 دينار. 30 دينار.
انه التسعيره هذه عندها مده طويله ياسر ما تراجعتش. هذا اولا. ناكد لك انه حتى هالتسعيره الدنيا هذه اكثر اطباء الاسنان قاعدين يشتغلوا بها هي ومراعين الوضع الاقتصادي. طبعا عندنا 10 سنين في البلاد نتاعنا وديما قلنا مشاكل، لكن شنو عندنا في المقابل؟ في المقابل عندنا تخلي الدوله على كل واجباتها. نعطيك مثال الاول يا سيدي، احنا اليوم التونسي عندوش تغطيه صحيه مناسبه في طب الاسنان. انت تعرف قديش قيمه استرجاع المصاريف وقت طبيب، وقت مريض تونسي مواطن تونسي عنده مضمون اجتماعي ويمشي طبيب الاسنان قديش ترجع له لك؟ نعم ترجع له فقط 50% من مصاريف العلاج نتاعو. علاش؟ واللي هي نسبه اقل نسبه في الاسترجاع في كل الاختصاصات الطبيه. علاش يا اخي ذاك المرض اللي يجي في الفم والاسنان نخليوه المضمون الاجتماعي يتوجع به ونرجع له كان 50%، وفي يمرض معناتها بأنف ولا بأي شيء آخر نرجعوا له 80% ولا 70%. علاش الحيث هذا؟ والمضر الأول هو المضمون الاجتماعي. لو كان الستات اليوم نتحدثوا على تغطية صحية مناسبة ربما ما نلقاوش الإشكال نتاع التعريفة اللي هي تعتبر تعريفة دنيا. بالنسبة للتعريفة هذه هو الموضوع، ثم في برشا أجزاء معناها الغالب الوقت ماهوش باش يسمح باش نحكيو فيها الكل، ولكن خلينا فقط على مستوى التعريفة. قلت لي ثم 30 لكن ما ثماش الماكس، وأنت تو تقول لي مثلا المصاريف نعرفوا أنه المصاريف كل طبيب ينجم هو يقيمها على معناها بطريقته الخاص. ثم شكون اللي يقيم بالمصاريف الزايدة هذه ب 10,000، ثم شكون نجم يقيمها بأكثر من 10,000. لهنا هل الفضاء باش يتحل وإلا الاختيار باش يتحل؟ طبيب هو يقيم كما يحب، كما ينجم يزيد برشا كما ينجم يزيد شوية، وإلا باش يكون متحدد برقم معين، ولا كيفاش معناها الحكاية؟ أكيد راهي مش تكون مسيبة هكاك. شوف أنا اللي نأكده لك أنه الوضع الاقتصادي اليوم بتاع تونس واللي نشوفه فيه عند التوانسة ما ثم حتى طبيب أسنان موش مش يراعيه، واحنا جزء من هذا الشعب هذا وجزء وعايشين نفس الصعوبات اللي عايشها المواطن التونسي. ونقول لك حاجه اخرى بالنسبه للتعريفه القصوى، ما ثمش تعريفه قصوى، هو كما قلت لك ذكرتك القانون يحدد تعريفه دنيا من قديم الزمان. وكل طبيب اسنان عند ممارسته للمهنه هو يقيم الكلفه نتاع العمل الطبي. اليوم راهو نتحدثوا للاسف اي هو هذايا راهو ماهوش حاجه معناها انا كنسمعها مثلا كمواطن ماهيش حاجه تفرحني برشا، على خاطر كيما نمشي للطبيب ياخو تعريفه ب 30 دينار كيما نمشي للطبيب اخر ياخذ عليا 50 دينار. دونك لهنا حتى على مستوى تلقي العلاج معناها عند المواطن ما ثماش تساوي، ما ثماش مراعاه. معناها احنا معناها الموضوع هذا ماهوش حاجه تفرح ياسر، وراهو كي نحكيو فيه بس بالنسبه للعمل الطبي هو عمل غير تجاري وهو خاضع حتى في القوانين الموجوده ما بين لونتونس ما بين الطبيب والمريض نتاعو. معناتها اونتونس الاتفاق هو عقد. يعني انت مشيت طبيب اسنان اكيد انك سمعت على التعريف نتاعو قداش يشتغل، واكيد سمعت على السمعه نتاعو وعلى الخدمات نتاعو شنو هي قيمتها، واكيد انك تبحث على احسن الخدمات. اذا عندك المعلومات الكل، اذا يساعدك باش تمشي للطبيب هذا اللي عنده التسعيره الفلانيه مرحبا، اذا ما ساعدكش تمشي لطبيب اخر عنده تسعيره اخرى. لكن هوني مش هذا مفصل الحديث، مفصل الحديث نقول لك حاجه هامه برشا. اليوم العيادات تاع طب الاسنان راهو تختلف الكلفه نتاعها من منطقه الى منطقه اخرى. واللي اسفنا احنا ما تعرف احنا حتى درواد منتيع الحق في البقاء في العياده الطبيه نتاعنا ما عندناش. يعني اول شيء كي نجيو نكريو العياده الطبيه للاسف ثم عاده جديده ولات موجوده عند برشا اصحاب عقارات يسمعوا طبيب او طبيب اسنان باش يكتري محل هذاك ثم يولي الضعف. ثم نمشيو نشوفوا الدوله نلقاوها موصفه على هيك الضعف ردني على سورس 15% يطبعها زاد طبيب الاسنان. يعني تكلفه العمل الطبي اليوم انا ماذا بيا نقدم نداء للدوله ونقول لها يا دوله رانا عمل نبيل، راهو الطب هذا او طب الاسنان هي مهنه غير تجاريه، راك انت اذا تحب الخدمه الصحيه توصل لجميع المواطنين عليك بالعمل على تسهيل او معناتها المشاركه في تعديل المجال هذايا باش نجموا احنا نقدموا خدماتنا اللي نوصلوها لاكثر عدد ممكن من التوانسه اللي ربما معناتها ما في حالوش واللي في حاله. لكن حدا مش تحملنا الدوله مصاريف كبرى وتزيد على ذلك انه اخر قانون الماليه زادوا وقفوا علينا 1% اضافي على رقم المعاملات مش على الاداء القديمه الكل سي بسي الاطباء الشباب اللي هما
العيادة الطبية أصبحت تتكلف 100,000 دينار 120,000 دينار، يلقى روحه في قروض ما هي قروض. ونلقى الدولة، يعني اليوم مش نعطيك كسوس أرقام هامين برشا، شوف باش يبين تخلي الدولة على القطاع هذايا، أنه اليوم عندنا 85% من أطباء الأسنان منتصبين في القطاع الخاص، بينما الدولة ما فيها كان إلا 15%، فيها 600 طبيب أسنان في القطاع العمومي. 600 طبيب أسنان هذوما في القطاع العمومي مش ينجموا يوفروا خدمة للمواطنين التوانسة، ينجموا يوفروا إلا القليل القليل، حتى ما ينجموش ياخذوا الناس هذوما الكل أون شارج. فثم احنا حتى في مع قاعدين في القطاع الخاص، برغم انه تسميتنا قطاع خاص، لكن احنا مش قطاع خاص كما القطاعات الخاصه الاخرى، ما احناش شركات تجاريه، لا بالعكس احنا جالسين نقدم في وسط العمل نتاعنا خدمه اجتماعيه كبيره برشا. ما يغروناش هيك شويه الصور نتاع سمايل ديزاين وشويه هوليوود واحد، هذوكم راهو ثم بعض من الناس قادرين عليهم وقادرين يشتغلوا فيهم، لكن هنا نتحدث على عدد كبير نتاع عمال كثير في علاقه بالوجعه بالاوجاع بالالام نتاع الناس. ونتمنى ان الدوله تتنبه للامر هذايا باش تعاون المواطن التونسي هذا من ناحيه، وخاصه من ناحيه اخرى باش نقول لاختي العزيزه انه راهو قطاع طب الاسنان في عده دول اخرى هذايا راهو احد محركات الاقتصادات نتاعهم. واضح هو دكتور بسام على غالب الوقت راه مش باش يسمح لنا ياسر هكا نحكي ونتحل، ولكن على الاقل فهمنا الخطوط العريضه. يقول لك منا تكوي ومنا تشوي، الطبيب عنده مصاريف لازم تغطيتها، كيف كيف المواطن زاده ما يساعدوش اي اضافه والا تكاليف جديده تتصب على الكاهل نتاعو، ديما لازمها الموضوع هذا لازم قاعده كبيره ونقاش كبير باش لا نضروا هذا ولا نضروا هذا. في الاثناء الجائحه هذه ضغطت على الناس الكل وعلى القطاعات الكل من كل بلاصة، في الاخر نقولوا ان شاء الله ربي يحمينا، هذاك هو اللي بيه الفايدة. احنا بطبيعة معناها كل شخص عنده حق وإلا عنده ضغوطات من جهة بسبب الفيروس هذية، نتمنيه ونراعي وظروف الطبيب كما نتمنيه وزادة مراعاة ظروف المواطن. الملف كبير كما قلنا دكتور وشيك، ان شاء الله نهار اخر نزيدوا نقعدوا فيه ونحكيوا فيه اكثر. احنا كنقابة دورنا اللي قاعدين نقوموا فيه حتى مع زملائنا دور التحفيز ومحاولة معناتها تعديل الأمور هذه الكل، ونقول لك وبشرى هنا حتى للتوانسة إن شاء الله أخيرا اتفقنا مع وزارة الصحة لإطلاق مشروع وطني، برنامج وطني للرفع من صحة الفم والأسنان ودعم خاصة الطب الوقائي. وإن شاء الله هذا مش يكون عنده مردود كبير ياسر، أولا وبالأساس للمواطن التونسي والمجهول الاجتماعي اللي لا قدر الله عنده مرض في مرض في الفم والأسنان بتاعه، ينجم يكون عنده حتى تعكرات على بقيه الجسم، ما نخليوهاش حتى توصل التعكرات هذه، ونقاوموها في مرحله مبكره، وهكذا نرفعوا المواطن التونسي برشا صحه وكذلك برشا فلوس في جيبه. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك دكتور بسام معطر رئيس النقابه التونسيه لاطباء الاسنان على المداخله وعلى التوضيحات. الموسيقى رجعوا.